ممتاز. كلمة مع نفسك انتشرته بكثرة كلمة خاصة في بعض الجروبات وبعض الأمور. كلمة مع نفسك هذه كلمة غريبة وفدت إلينا، وهذه الكلمة من حيث الصورة اللفظية لا بأس بها، ولكن من حيث الصورة المعنوية ينظر فيها. ماذا يريد الناس بهذا مع نفسك؟ إن أرادوا معنى حسنا فلا بأس بها، وإن أرادوا معنى سيئا فإنه لا يجوز. لو أرادوا معنى حسنا، مثال لو قال مع نفسك يعني أذكر الله عز وجل مع نفسك، بحيث يكون ذكرك لله خلوة فيما لو مثلا حاجه شخص أو خاصمه، قال أذكر يعني مع نفسك، يريد بذلك أن تذكر الله عز وجل وأن تصرف هذه المجادلة وهذه الحركة باللسان إلى ذكر الله مع نفسك، فهذا لا بأس به. لكن أراد معنى آخر كأن يريد افعل مع نفسك ذنبا أو معصية فإنه لا يجوز. فخلاصة القول في كلمة مع نفسك ترجع إلى المعنى، إن أريد المعنى الحسن فجائز، وإن أريد المعنى السيء فحرام. بعض الجروبات الشيخ كان يتكلم شخص بكلام ثم يقال له، يرسل له في نفس الجروب مسج يقول مع نفسك يعني اسكت ولا خليك لحالك، ما هل من هالقبيل؟ على حسب ما ذكرنا من حيث المعنى. نعم، وهذه غريبة يعني، ما يمكن تفتي والله مثلا بحكم على من كلمات الدخيلة علينا شيخ، يعني ساق كثير من الشباب وراءها يعني بشدة. ولذلك ننصح هؤلاء أن يجتنبوا هذه اللفظة. ثم ليس كل ما يرد إلينا وكل ما نسمعه يجوز لنا أن نتفوه به. يعني بعض الناس يتداولون أشياء لا ينظرون إلى معناها، مثل قول بعض الناس شورك وهداية الله، كلام خطير. شورك هداية الله خطأ، أولا قدم مشورة المخلوق على هداية الخالق. الأمر الآخر أنه جمع بينهما بحرف العطف واو، وهو الواو، تقتضي المشاركة والاجتماع، ولا يمكن أن تكون هناك مشاركة بين الخالق والمخلوق في أمر، فكيف إذا قدمت مشورة المخلوق على هداية الخالق؟ ولذلك النطق السليم هداية الله ثم شورك. بعض الناس يقول لك الشكر، يقول لك كل الشكر، خالص الشكر، كل الشكر لله عز وجل. يجوز أن أشكر المخلوق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند الترمذي، من قال كما عند الترمذي لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن شكر محدود. بعض الناس يقول لك كل التحايا، التحيات لله، جميع التحايا لله عز وجل، لكن تحية مخصوصة لك تحيتي لا إشكال في ذلك، أما كل التحية أو كل التحايا لا. ولذلك قال عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يحيى المخلوق لكن تحية محدودة نسبية، أما جميع التحايا جميع الشكر جميع الحمد فهذا لله عز وجل. هذه ضربتها كأمثلة لأن الناس يذكرونها ويتداولونها على أنها جائزة وليست بجائزة. نسأل الله السلامة. ولو ندقق في كلام الشيخ نسأل الله السلامة والعافية، وجد الظهر أكثرها من الفاضل المنهي عنها. الله المستعان.